صباح الخير، يعطيكم العافية يا شباب. نور الله يعافيك دكتور. يعطيك العافية دكتور. فيكم. طيب أني كويستشن، أوكي. طيب إحنا بلشنا امبارح نحكي بنوع جديد أو مثال جديد على ديزاين أوف كومبينيشنال لوجيك سيركتس. هذا المثال فعليا بيغطي كونسبت فيري امبورتنت كونسبت في الديجيتال سيستم ديزاين، اللي هو موضوع الديكودينج أو اللاين ديكودينج. فاطلعنا امبارح شو مفهوم اللاين ديكودر، فحكينا بكل بساطة اللاين ديكودر هو عبارة عن كومبينيشنال لوجيك سيركتس، ما في إشي جديد. هاي السيركت بتاخد N inputs وبتعطيني M outputs، زيها زي أي combinational logic circuit تانية، لكنها فعلياً في لها شروط، والشروط هدول إنه عدد ال outputs لا يتجاوز 2 to the power N, where N is the number of inputs. والنقطة الثانية اللي هي بتوصف آلية عمل هذا النوع من السيركتس، إنه شو ما دخلت على هاي السيركت من binary value only one of the M outputs is active. وحكينا امبارح شو يعني active، يعني active ممكن أعرفه إنه هو 1، وما تبقى من الoutputs في هاي الحالة بكون zeros. ممكن أعرفه إنه active معناه zero زي ما رح نشوف اليوم، لكن وبالتالي باقي الoutputs رح يكونوا ones. فشفنا هذا الكلام من خلال هذا الاكزامبل ل 2 to 4 decoder، حكينا هذا شكل ال 2 to 4 decoder وكيف بيشتغل for different combinations. فكانت الفكرة الرئيسية انه فعليا هذا الديكودر بتطلع على الانبوت فاليو وبيشوف مين الاوتبوت اللي له نفس الليبل. فهون هذه الانبوت فاليو بالديسيمال هي 2، على اعتبار انه هذا الموست سيجنيفيكانت انبوت وهذا الليست سيجنيفيكانت انبوت، اللي هم سميناهم اذا بتتذكروا الادرس لاينز، مزبوط. فزي كانه انا بعطيه الادرس تبع الاوتبوت تو بي اكتيفيتد، بعطيه الاوتبوت تو بي اكتيفيتد. فهون رقمه 2 فهو الاكتيفيتد، وماي ديفينيشن فور اكتيف اوتبوت انه هو قيمته 1 وما تبقى هو 0. الآن حكينا وين هذا الحكي مفيد، ليش مفيد هذا الكونسبت، إنه هذا الحكي بيمكنني إني أتحكم بـ M things باستخدام log base M wires، مظبوط. يعني حكينا حتى أتحكم بواحد من هدول الأربعة، حتى أسوي enable لواحد من هدول الأربعة، بدل ما أستخدم 1 2 3 4 أسلاك، أنا بقدر أستخدم 2 wires اللي هو log الأربعة، حتى أني أحدد مين من هدول السيستمز. يعني هون طبعا هون محطوط لمبة بس للتبسيط، لكن عادة هدول عبارة عن digital systems بتكون وبدي أحدد مين منها اللي هو enabled، under the condition أنه one of them is only enabled. فحتى أقدر أسوي هذا الكلام، التحويل من 2 bits أو 2 wires إلى 4 wires، بحتاج هذا النوع من السيركت. طبعا الديكودر مش بالضروره حجمه 2 تو 4، ممكن يكون زي ما شفنا امبارح ممكن يكون 1 تو 2. اصغر ديكودر ممكن اعرفه هو 1 تو 2. فبناء على فهمنا للكونسبت اوف اوبريشن امبارح صممنا ال 1 تو 2 ديكودر. فحكينا بكل بساطه ال 1 تو 2 ديكودر هاي التروث تيبل تبعته، هم عباره ما في غير 1 انبوت، فالاوتبوت اللي هي D1 و D0 فعليا هم function of A. ف what is D1؟ حكينا بكل بساطة بتطلع هي نفسها A اللي هي transferring، إذا بتذكروا في بداية الشابتر عرفنا functions of one variable. و D0 بتطلع هي complement. ف effectively logic diagram تبع هذا 1 to 2 decoder is very simple. It is basically an inverter and a wire حتى أني أسوي. بعدين انتقلنا لليفل اللي بعده، حكينا الديكودر الاكبر شوي اللي هو 2 تو 4 ديكودر. فحكينا هذا 2 تو 4 ديكودر بقدر ابنيه بنفس الطريقه التقليديه، لاني احط تروث تيبل واطلع لوجيك اكسبريشنز ولوجيك دياجرامز. فناقشنا هذا الكلام امبارح، فمثلا حكينا لما ادخل هون 1 0 معناها بدي الاوتبوت رقم 2 هو اللي اكتف، لانه هذه 2 فعليا، هذه 0 هذه 1 هذه 3. لما ادخل 3 فبالتالي بدي الاوتبوت رقم 3 هو اللي اكتف وما تبقى يكونوا زيروز. بعدين طلعنا اللوجيك اكسبريشن لكل واحد من هدول الاوتبوتس، وحكينا ما في داعي ارسم كي ماب لانه فعليا ما في غير من تيرم واحد. ففعليا كل واحد من هدول الاوتبوت وجدنا انه هو عباره عن اللوجيك اكسبريشن تبع واحد من المين تيرمز فور ا فانكشن اوف تو فاريبلز،
يعني الانبوتس هون هم اثنين، فانا قاعد بكتب هون المين تيرمز تبعون الفانكشنز اوف وان فاريبل، وهذا الكلام اوريدي بنعرفه احنا من شابتر 2 مش 3 حتى، من شابتر 2. فحكينا نقطة مهمة امبارح إذا بتتذكروا، يمكن وقفنا هون لا الشعب الثاني وقفنا هون، إنه فعلياً الديكودر هو عبارة عن كل واحد من الديكودر outputs هو عبارة عن واحد من الـ possible minterms للـ function of two variables في هاي الحالة أو n variables بشكل عام. بعدين أخذنا هاي الرسمة إذا بتتذكروا، حاولنا نحللها امبارح، فحكينا لو نجي نطلع بشكل يعني دقيق على هاي السيركت اللي هي بتمثل 2 to 4 decoder، بلاقي انه هذا 2 to 4 decoder بقدر اشرحه، بقدر اقسمه انه هو عبارة عن 1 to 2 decoders اللي هم وينهم؟ اللي هم باللون الاخضر هيهم. هذا عبارة عن 1 to 2 decoder وهذا عبارة عن 1 to 2 decoder. هذا حتى يعطيني I1 bar وهذا I1، والثاني حتى يعطيني I0 bar وإيش وI0. ليش بدي اياهم هدول؟ بدي اياهم حتى اطلع المين تيرمز، ما هو الديكودرز اوتبوت هم مين تيرمز، والمين تيرمز فيها اما الفاريبل كومبلمنتد او مش كومبلمنتد، وبنفس الوقت اي مين تيرم لازم في يكون فيه كل الفاريبلز تبعت هذا الفانكشن. فعشان هيك بحتاج AND gates، وكم عددهم؟ أربعة، لأنه عدد الـ outputs في الديكودر أربعة. طب كم عدد الـ inputs للـ AND gate؟ إذا عم بحكي عن function of two variables، وأي واحد من هدول الـ outputs هو basically minterm، فإذا فعلياً كم عدد الـ inputs للـ AND gate حتى أكتب minterm لـ function of two variables؟ two inputs، مظبوط؟ two inputs. فأنا هون مثلاً عندي هذا I1 I0 اللي هو فعلياً من term 3 اللي هو Y3، مظبوط؟ هذا هون I1 I0 bar بسوي بيناتهم AND وهكذا، تمام؟ فإذاً technically أنا بقدر أبني أي decoder بناء على هذا الفهم، بما أنه كل واحد من الديكودرز output هو عبارة عن من term expression لـ function of n variable، فببساطة بقدر أني أكتب الـ output هون بكل سهولة وأقدر أرسم الـ logic diagram. فجنرالي أي decoder حجمه n to m بقدر أبني بدون ما أسوي truth table، بدون ما أسوي simplification، لأنه شو ما سويت رح تطلع نفس النتيجة اللي هي أنه كل واحد من الـ decoder's output هو عبارة عن واحد من الـ minterms حسب الرقم. فرح أحتاج N 1 to 2 decoders. ليش بدي N؟ لأنه عدد الـ input variables N، وبدي decoders يقدر يعطيني الـ complement والـ true forms تبعت كل واحد من هدول الـ variables. بدي M and gates. ليش M؟ لأنه عدد الـ outputs M، وبالتالي بدي M and gates. طب كم حجم الـ input تبع الـ AND gate الوحدة؟ بده يكون N. ليش N؟ لأنه أصلاً هذه الـ AND gate هي عبارة عن من ترم، لازم تعطيني product term هو عبارة عن من ترم يحتوي على كل الـ variables تبعت الـ function أو تبعت الـ output تبعت الـ decoder. فإذا كان عددهم n فبالتالي بدي n input and gate. فالآن حكينا بقدر أستخدم هذا الكونسبت حتى أبني decoders أكبر، يعني 3 to 8 decoder بقدر أكتب له truth table ما في مشكلة، 4 to 16 decoder بقدر أكتب له truth table، بس ما في داعي، رح أغلب حالي على الفاضي، لأنه رح يطلع إنه كل واحد من هدول الديكودرز output هو عبارة عن من ترم، فهذا من ترم 7، هذا من ترم 6، من ترم 5 and so on. This is من ترم 0 as a function. هو الـ output مرتبط بالـ input صح؟ إنه طبعاً 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 2 أس 3 صح؟ أيوه بالضبط، هون عندي 3 وهون 8. طبعا هذا من هذا الحد الاقصى، يعني حكينا انه عدد الاوتبوتس ماكسيمم هو لازم يكون اقل او يساوي 2 to the power 3، ممكن يكون اقل بس مستحيل يكون اكثر. برضه مستحيل يكون اقل من 3 ولا عادي؟ هو حسب شنو نوع الديكودر. تمام، يعني انت بتحكي 3 يعني ممكن يكون، اذا انت بتقول 3 ما ممكن يكون، قبل شوي كان فيه 2 to 4 ديكودر. هلا الاوتبوتس الاوتبوتس هي مربوطه بالانبوتس، هي ماكسيمم 2 تو ذا باور ان، بس ما في شيء يمنع انها تكون 2 تو ذا باور ان او اقل،
يعني ممكن يكون 3 to 7 decoder 3 to 6 decoder ما في مشكلة تمام؟ هذا الديكودر بنفس الكونسبت اللي حكيناه بالاندرستاندينج تبعي انه كل واحد من هدول الاوتبوتس هو عبارة عن من تيرم اكسبريشن فشو راح احتاج؟ هذا 3 to 8 decoder فراح احتاج 3 1 to 2 decoders صح؟ بدي 3 1 to 2 decoders وبدي اند جيتس كم عدد الاند جيتس؟ 8 اند جيتس مظبوط؟ طيب كم حجم الانبوت؟ كم عدد الانبوت للاند جيت الواحدة؟ 3 بدي 8 3 input and gates فكيف راح يكون شكلهم كيف راح اشبكهم بسيطه العمليه راح اشبكهم على اعتبار انه كل واحد من الديكودر اوتبوت هو من تيرم وانا بعرف كيف اكتب المين تيرم اكسبريشن اي من تيرم مظبوط لاي فانكشن اوف اني نمبر اوف فاريبلز المفروض انا متقن هذا الموضوع فاذا راح تكون بهذا الشكل فلاحظ 3 1 to 2 decoders مظبوط 8 and gates كل واحدة فيهم 3 inputs ليش؟ حتى يكون كل واحد من هدول الاكسبريشنز زي ما حكينا هو عبارة عن المين تيرم اكسبريشن الكورسبوندينج مين تيرم اكسبريشن فذيس از واي 7 فايت از مين تيرم 7 واي 6 مين تيرم 6 وهكذا تمام؟ لو بدي 4 to 16 decoder في داعي بقدر ارسم التروث تيبل وبقدر اسوي سمبليفيكيشن بس راح يكون كل هذا تضيع وقت على الفاضي لانه شو ما كان حجم الديكودر كلاين ديكودر بالطريقه اللي عم بالطريقه اللي وصفناها كطبيعه عمل راح نلاقي انه دائما كل واحد من الديكودرز اوتبوت هو عباره عن من تيرم هو عباره عن من تيرم اكسبريشن فالان شو راح احتاج كومبوننتس ما في داعي اصمم راح احتاج كم 1 تو 2 ديكودر راح احتاج أربعة بكيد بدي أربعة عشان أطلع الـ variable والـ complement تبعه بدي AND gates عشان أسوي generation للـ minterms فبدي أربعة 1 to 2 decoders وبدي إيش؟ 16 أربعة 16 4 أربعة input AND gate مظبوط يا شادي؟ yes والشكل رح يكون بكل بساطة وهذه مثلاً Y15 لغاية Y0 اكيد او دي 15 لدي 0 شو ما بدك تسميهم سميهم وراح يكون في عندي هون اربعه انفرترز او ديكودرز عفوا مظبوط هذا مثلا ل اي 3 او اي 3 خلينا اي 3 مثلا ادرس 3 ادرس 2 ادرس 1 ادرس 0 واصير اشبك يعني واي 15 هو فعليا 1 2 3 4 هو راح يكون A3, A2, A1, A0 مش هذا هو اللوجيك اكسبريشن تبع من تيرم 15 اللي هو A3, A2, A1, A0 صح؟ فأنا بعرف كل هذا شو هو هذا من تيرم 0 فبعرف أكتب من تيرم 0 لفانكشن of 4 variables هاي هم ال 4 variables اللي هم الانبوتس تمام؟ فحاول أنت بالبيت على رواق ترسمها بشكل مرتب بالطريقة اللي مرسومة فيها هون يعني تقدر ترسمها بهذه الطريقة اللي مناسب لإلك الأفضل دائما نحط الانفرترز الأوتبوتس أو الديكودرز الأوتبوت تبعهم عمودي عشان بسهولة أقدر أفرع منهم بهذا الشكل عشان ما تتشابك الأسلاك كتير This is one way to draw it تمام؟ Any question فهذا فعليا كان اللي غطيناه مبارح يعني هاي مراجعة سريعة اللي غطيناها مبارح حاولت اني ارد ارجع امر عليها لانه موضوع الديكودينج موضوع مهم وبيسهل علينا قدام للاذر فانكشنز اللي راح نحكي عنها. طيب خلينا نشوف فكره بسيطه ونوعا ما حكينا عنها في بدايه التشابتر اللي هو الانيبلينج فانكشنز او الانيبلينج سيركتس. الان في كثير من السيركتس اللي ممكن انا اصممها زي الون زي الديكودر زي الديكودر ممكن مرات احتاج انه يكون عندي قدره اني اسوي ديسيبل للاوتبوت تبع هذا الديكودر فذيس از ا 1 تو 2 ديكودر اللي هو شفناه واللي صممناه فمرات بدي يكون عندي قدره اني اتحكم انه هذا الاوتبوت امنعه يتغير بتغير الانبوت اللي هو هذا المفهوم اللي حكيناه زي ما في بدايه التشابتر لما حكينا عن الانيبلينج فانكشنز او الانيبلينج سيركتس حكينا انه انا بدي يكون عندي قدره اني اضيف كنترول
on أو enable بحيث إنه أتحكم هل الـ input يؤثر على الـ output، هل الـ input مسموح يؤثر على الـ output أو إنه الـ output يكون value fixed. صح؟ تذكروا إشي زي هيك حكينا في البداية للشابتر. فالآن كيف ممكن أسوي هذا الكلام؟ value fixed يعني ثابت، يعني مثلا انه انا الكنترول مثلا اجي احكي اذا كان الكنترول مثلا قيمته صفر شو ما تغير هون هذا بده يضل ثابت على الزيرو، التو اوتبوتس ثابتين على الزيرو لا يتاثر منه. ايوه راح نشوف بقدر. كمان راح نشوف كمان شوي شو الفائده منه. تمام هلا كثير من الاي سيز اللي بتشتريها للبلوكس اللي زي هيك بتلاقي في لها شيء اسمه اوتبوت انيبل، انك انت بتقدر تتحكم هل الاوتبوت مسموح انه يتغير بتغير الانبوت ولا الاوتبوت دائما فيكست على فاليو معينه اما 0 واما 1، وهذا حكيناه في بدايه التشابتر على الانيبلينج سيركتس. فكيف ممكن انا لو جيت احط كنترول اجيب انبوت خارجي عن طريقه اتحكم هل هذا الاوتبوت شغال بوضع طبيعي كل ما صار في تغيير في الانبوت ممكن يتغير الاوتبوت، او اني ببساطه اسوي ديسيبل للاوتبوت، اسوي disable the output يعني بمعنى اخر حتى لو تغير الانبوت الاوتبوت بيضله فيكست مثلا على 00 او بيضله فيكست على ايش على 11 حتى لو تغير الانبوت. فهذا الموضوع بنسميه output enable، اني اسوي enable للاوتبوت او اسوي disable للاوتبوت. enable للاوتبوت معناها السيركت شغاله بوضع طبيعي، disable للاوتبوت معناها الاوتبوت ثابت لن يتغير بتغير الانبوت. هذا الكلام له فوائد كتيرة لكن خلينا نفهم الكونسبت. فكيف حكينا ممكن أسوي هذا الموضوع، أسوي enable للأوتبوت لسيستم معين؟ إذا زيرو بندخل and وإذا ون بندخل or هيك. إذا بدي أسوي value fix للزيرو قصدك؟ آه بدخل بدخل. فحكينا مثلاً أنا ممكن أجيب هذا الانبوت اللي هو الاكسترنال سميه enable سميه control زي ما بدك وأسوي له ending مع الاكتوال اوتبوت. فانا فعليا الاوتبوت اللي صرت شايفه وين؟ هون. انا مش شايف الاوتبوت هاد. فالان لاحظ لما الانيبل تساوي زيرو، لو الانيبل تساوي زيرو، زيرو اند اني ثينج راح تكون هاي زيرو، زيرو اند اني ثينج زيرو. فاذا الاوتبوت از ديسابلد. فشو ما كانت قيمة A بغض قيمة بغض النظر عن قيمة A راح تلاحظ إنه الـ output is disabled يعني هو value fixed على قيمة معينة. في هاي الحالة لأني استخدمت AND gate الـ output is fixed على الصفر. طيب لما يكون 1 الـ enabled لما يكون 1 شو راح يصير عندي؟ راح عندي 1 و 1 مزبوط 1 هون قصدي 1 and D0 راح يطلع هون إيش؟ D0 1 and D1 رح تطلع هون D1 مزبوط ولا لا؟ فإذا الفكرة بسيطة هلا ليش بنسوي هيك رح نشوف ما في مشكلة، بس الفكرة هون إنه I want to add to this circuit اللي هي الـ 1 to 2 decoder an enabling circuit أو بدي أضيف قدرة على التحكم بالأوتبوت إنه أعزله ببساطة لما يكون الإنيبل هون زيرو فعليا زي كأني عزلت الإنبوت عن الأوتبوت اللي أنا شايفه. صح؟ يعني بطلت أشوف هلا هون عم بتغير بس أنا هلا عم بشوف التغير هون؟ لا ما رح أشوفه. فبيكون عن طريق هذا الإنيبل أنا بقدر أفصل الأوتبوت عن الإنبوت، بقدر أفصله بخلي الإنبوت لا يؤثر على الأوتبوت اللي أنا شايفه. تمام؟ فبقدر أمسك هذا الإشي الجديد اللي هو صار الآن فيتشر جديد بالـ 1 to 2 decoder وأحطهم بصندوق جديد صار اسمه decoder. هذا still هو 1 to 2 decoder لكن إيش ماله؟ with output إيش؟ enable. يعني أنا بقدر أسوي enable أو disable للأوتبوت. أنا بقدر أسمح للإنبوت يأثر على الأوتبوت بالشكل الطبيعي زي ما صممنا الـ 1 to 2 decoder أو بقدر أني أحجب الإنبوت عن الأوتبوت لما تكون الـ E هذه صفر لأني أنا استخدمت هون AND gate. تمام؟ فهذه نقطة مهمة جدا. كتير من الـ functional blocks كتير من الـ ICs اللي بنشتريها بيجي معهم هذا الفيتشر إنه الأوتبوت can be disabled
ممكن أحجب الانبوت عن الاوتبوت، ممكن أمنع الانبوت يأثر على الاوتبوت، وبالتالي الاوتبوت بتكون كيف بتتم هاي العملية؟ إنه ببساطة بثبت قيمة الاوتبوت وبالتالي ببطل الانبوت يأثر على الاوتبوت. هلا internally هو عم بيأثر، عم بيتغير اللي هو الاوتبوت هاد، بس اللي أنا شايفه هون فعلياً إيش؟ إما disabled output أو enabled output. يس يا عبيد. دكتور ممكن enable نحطها مع الانبوت مش مع الاوتبوت، يعني إنه لو شو ما يدخل ما يتغيرش أصلاً إيش عليه؟ هو enable input هي أصلاً هون. هي مش يعني إنه قصدي تنحط adding مع ال اوكي خلص فهمت. اوكي هي اصلا انبوت، يعني هذا صار انبوت اضافي الان عن طريقه بقدر اتحكم بطبيعه بشغل بالاوتبوت. هل الاوتبوت تبع السيركت انيبلد شغال بوضع طبيعي حسب ما بتغير الانبوت بتغير الاوتبوت، او هل الاوتبوت ديسابلد يعني فاليو فيكست يعني مثبت على قيمه معينه بغض النظر عن قيمه الانبوت. هلا بالرسم بس انه بحط لكل اند بحط بس واحد انيبل لكل اوتبوت. انه مع كل اند انا في عندي اللي على اليمين بحط انه بس بزيد واحد انيبل، انه بحط يعني واحد انيبل بوزع على كل الاند. عاده هيك بيشتغلوا. يس يعني هيك رسمه الديكودر. هيك رسمه الديكودر، وهذا بيتحكم بكل الاوتبوتس تبعت السيركت، يعني مش كل اوتبوت في له انيبل. عادة الانيبل هو مشترك لكل الاوتبوتس، لانه انا هذا السيستم يا اما بسوي له ديسابل كله على بعضه او بسوي له انيبل كله على بعضه. يعني لازم انيبل واحد بالسيركت كامله. ايوه عاده هو هيك الكونفنشن، انه الانيبل بيكون لكل الاوتبوت تبع السيركت، هو 1 بت بتحكم فيهم كلهم بالطريقه هاي. هلا لو بدي اسوي فاليو فيكسينج على ال1 زي ما حكينا، شو ممكن اسوي؟ بحط اور بدل الان، بحط اور وبصير تعريف الانيبل ايش؟ معكوس، إنه إذا صارت 1 معناها disabled، لأنه 1 or anything 1 or anything 1 صح؟ فمتى بيكون enabled الأوتبوت؟ لما تكون 0. طب هون مش نستعمل مشكلة إنه إحنا بالديكودر عنا AND وهون بدنا نستعمل OR عادي، شو المشكلة؟ إنه بدنا نصير نحطه جيتسون ولا It's okay it's up to you، أنت شو الموجود عندك. مرات أنت واحد بحكي لك خد هدول الإطاعة ودبر حالك، مزبوط؟ يعني انت واحد بحكي لك بدي ديكودر وذ اوتبوت انيبل، اعطاك صندوق صغير فيه مجموعه اي سيز وقال لك ركب لي اياه، بتحكي له والله ما في اند جيتس بس في اور، بحكي لك دبر حالك، بتقول له ماشي اور بس انا بغير لك تعريف الانيبل. بس هلا انا بخلص الديكودر من الاند وبعدين بطلع الناتج تبع الاند بحطه مع الانيبل بي اور صح؟ اذا بدي انه انا اثبتها على الواحد. يس يس، يعني بدل الاند اللي هون بدك تحط اور بكل بساطة. تمام. طب مثال تاني على الديكودر with output enable اللي هي بتصير لتروث تيبل. اذا بدنا نعكس هذا الكلام وجود الانيبل انبوت على التروث تيبل، صار في عندي انبوت جديد اللي هو الانيبل، هذا الانبوت لما يكون صفر شو بيكون الديكودر output؟ فيكست دائما صفر بغض النظر عن ايش هيك. شو معناها xx؟ don't care لانه انا I don't care what is the input. احنا متعودين انه don't cares نشوفها في الاوتبوتس، بس هون شو معناها؟ انه شو ما حطيت هون انا الاوتبوت راح يكون دائما صفر. ليش؟ لانه enable zero. يعني فعليا هذا السطر في التروث تيبل هو مش سطر واحد، هو كم سطر؟ أربع سطور. أربعة. صح؟ اللي هو 0 0 0 0 0 1 0 1 0 و 0 1 1. لاحظ هدول كلهم الانيبل فيهم كم؟ 0. فإذا ما في داعي أكتب. وشو الأوتبوت؟ الأوتبوت نفسه. فعادة بيختصروهم هدول، إنه بغض النظر عن هدول البيتس اللي هي 0xx الأوتبوت هو 0 0 0. فهذا السطر هو أربع أسطر فعليا، بس إحنا كتبناه بشكل مختصر لأنه الأوتبوت نفسه فعليا هون الاوتبوت نفسه. لكن لو بدي اعبي كي ماب اكيد لازم افرط هذا السطر على 8 على 4 سطور عشان اقدر اعبي كي ماب، بس هون ما راح اعبي كي ماب. تمام، لانه اوريدي انا مصمم الديكودر. فالان لما يكون زي هيك، لما تكون 0 هو فاليو فيكست على 0، لما يكون 1 هو بيشتغل بشكل طبيعي زي كانه ديكودر عادي.
زي كأنه ديكودر عادي. ففعليا كيف شكل السيركت؟ زي ما شفنا راح يكون عندي 2 to 4 ديكودر وكل output من 2 to 4 ديكودر مشبوك على AND gate. هو هون اختصرهم ب 1 AND gate، يعني هذه هي عبارة عن الـ AND gate اللي هي 2 input اللي هي 2 to 4 تبعت 2 to 4، بعدين ANDed مع مين؟ مع الـ enable. بس هو رسمهم كـ 1 gate 3 input AND gate، لأنه إذا بتتذكروا هاي شوف كيف سوى AND، دخل الاند على الاند جيتس اللي بتسوي جينيريشن للمين تيرمز، اللي بتسوي جينيريشن للمين تيرمز. فالان شو اللوجيك اكسبريشن تبع واي زيرو فعليا راح يصير؟ هو مين تيرم زيرو، بس الان صار فانكشن اوف 3 فاريبلز، هم مين؟ اي 1 اي 0 ومين واي بار بار بار، لانه الفك فعليا الديكودر اوتبوت صار فانكشن اوف 3 فاريبلز، مع انه هو 2 تو 4 ديكودر، بس الاوت بس الانبوت هاد هو مش ادرس، هو انيبل. تمام دكتور؟ تفضل. ممكن نعتبر الانيبل انه شيء يعني زي كانه بطفي السيركت او شيء انه بطل لها وجود مثلا؟ انه لا، هي لها وجود، هي موجوده بس بطل فيها فانكشناليتي يعني تسويها. بطل يعني ببطل الاوتبوت يتغير بتغير الانبوت. تمام، بيكون الاوتبوت تبعها ثابت اما على الصفر او على الواحد، ما راح يتغير طالما الانيبل مثلا هون في هاي الحاله قيمتها واحد، قيمتها صفر. تمام. خلينا نشوف واحد من الاشياء اللي ممكن نستفيد منها من وجود الاوتبوت انيبل في الديكودرز، في حاله الديكودرز اللي هي فعليا شيء بسميه ديكودر اكسبانشن، أو يعني إذا بدي أكون أبسط إني أبني ديكودرز أكبر كبار من ديكودرز صغار. يعني إحنا شفنا كيف نبني ديكودرز كبار 3 to 8 4 to 16 بالطريقة هذيك، اللي هي إني أجيب 1 to 2 ديكودرز وAND gates وأشبكهم مع بعض حتى أعطي اللوجيك إكسبريشن تبعت كل المين تيرمز اللي ممكن تطلع عندي. لكن هذيك الطريقة مربكة. ليش؟ لأني بدي أتعامل مع جيتس وسلاك كتيرة ورح أتغلب فعليا لو أبدي أبنيها على أرض الواقع رح أتغلب. فالآن ليش ما نصير نحاول، لو جينا نحاول نفكر نبني ديكودرز بطريقة البلوك ليفل ديزاين، يعني أجي أحكي بدي أبني 2 to 4 ديكودر، هل بقدر أبني 2 to 4 ديكودر من 1 to 2 ديكودرز زي ما سوينا في الماجنتيود كومباراتور، زي ما سوينا في الأدر؟ حكينا بدي 4 بت ادر، فروحت جبت 1 بت ادر 1 بت ادر 1 بت ادر 1 بت ادر، شبكتهم مع بعض صار عندي 4 بت ادر، صح؟ هل بقدر اسوي نفس العمليه؟ كان اي بيلد لارج ديكودرز يوزينج ديكودرز؟ فعليا يوزينج ديكودرز بس ما بزبط، بس ديكودرز وذ اوتبوت انيبل يس ذي ار فيري يوزفول، ذي كان هيلب مي تو بيلد لارج ديكودرز فروم سمول decoders، large decoders from small decoders بطريقة block level design، بدون ما أدخل في truth tables وأجيب gates صغيرة وأصير أشبكهم مع بعض and so on. فلو جينا نطلع على مثال بسيط، لو جينا نحاول نشوف هل بنقدر نبني 2 to 4 decoder using 1 to 2 decoders. طبعا هون it is implied إنه هدول ال 1 to 2 decoders هم with output enabled، لازم يكون with output enable، بدون without output enable ما بزبط. فكيف ممكن واحد يحكي لي خد هالعلبة مليانة 1 to 2 decoders قد ما بدك فيها 1 to 2 decoders with output enable؟ أكيد واستخدم لي إياها، واستخدم لي قد ما بدك حتى تبني لي 2 to 4 decoder. كيف ممكن أفكر أبلش أصمم إشي زي هيك؟ طبعا أتوقع إنه راح نضطر نستعمل أكثر من كلمتين عشان الإنيبل. يعني مبدئياً عميد بحكي إنه على الأقل بدنا تنتين، صح؟ مزبوط. ليش بدي تنتين؟ بدي تنتين مشان إنه أقدر أطلع أدخل two input two outputs، وبدي واحدة مشان يكون في enable للأولى وenable للثانية، أشغل واحدة وأطفي واحدة أو شغل اثنتين. يعني أنت نطيت خطوتين لقدام كمان، بس يعني لو بدنا نفكر لسه بالخطوة الأولى، لو جيت أحكي أنا بدي أبني circuit 2 to 4
مزبوط من 1 to 2 التروث تيبل تبعت هذه السيركت هيها نعرفها هاي التروث تيبل تبعت ال 2 to 4 ديكودر مزبوط ولا لا فالان الفكره ها جيفن هذه التيبل اللي هي بتوصف عمل هذه الدائره اللي هي 2 to 4 ديكودر واللي بدي ابنيها من 1 to 2 ديكودرز ايش ممكن اول خطوه افكر فيها انه احدد كم ديكودر بدي مزبوط كم ديكودر صغير بدي حتى ابني ديكودر الكبير هلا ممكن واحد يبدا يفكر فيها يحكي هذا الديكودر الكبير فيه له 4 اوتبوتس مزبوط وهذا الديكودر الصغير فيه له 2 اوتبوتس فكيف ممكن اجيب 4 اوتبوتس من 2 اوتبوتس كم حبه بدي كم قطعه بدي من ال1 تو 2 بدي تنتين اذا راح اروح اجيب تنتين مزبوط ولا لا لعشان يكون في عندي 4 اوتبوتس 1 2 3 4 لانه ال1 تو 2 فيه له 2 اوتبوتس بس واجي احكي والله انا بدي احط y3 هون y2 هون y1 هون y0 هون طيب لما اسوي هاي العمليه معناها انا زي كاني ايش قاعد بسوي شو عم بحكي انه الاوبريشن تبعت الديكودر الكبير الموجوده هون انا بدي احاول اقسمها على 2 ديكودرز صغار مزبوط زي كانه بدي اوزع شغل الديكودر الكبير على ديكودرز اصغر يعني كل واحد من هدول الديكودرز يشيل جزء من شغل الديكودر الكبير هذا الكلام شو معناه على التروث تيبل زي كاني بدي اقسم التروث تيبل احكي في جزء من التروث تيبل الديكودر اللي فوق بمثله في جزء من التروث تيبل الديكودر اللي تحت بمثله فانا فعليا زي كاني بدي اقسم التروث تيبل وعاده يفضل اقسم التروث تيبل او فعليا هون بدي اقسم التروث تيبل لنصين لانه نص will be implemented using this decoder and another half will be implemented using this decoder فزي كاني قسمت التروث تيبل نصين تمام الان هذا الديكودر هو y3 y2 وهذا الديكودر y1 y0 هم تو ديكودرز من فصلات بس كاوفر اول هدول الاربعه values بمثلوا الاوتبوت تبع 2 to 4 ديكودر فالان السؤال كيف اتحكم بهدول التو ديكودرز حتى فعليا الاوتبوت اللي بشوفه هون حسب تغيير الاي 1 والاي 0 فعليا يكون 2 تو 4 ديكودر اوبريشن كيف اتحكم فيهم هدول شو رايكم في حدا عنده فكره هل ادخل واحد منهم على الانيبل عشان او قد تمنع واحد منهم يطلع اوتبوتس انه ما بيفرق معك ايش ما يدخل عليه والثاني أيوة. يطلع وترجع تقلبها ايوه هذا نقطه ممتازه لاحظ انا في عندي 2 ديكودرز هون صح لكن بناء على مفهوم عمل الديكودر انه واحد من هدول الاوتبوتس لازم يكون enabled at any instant of time مزبوط طيب هدول الاثنين بقدر اتحكم فيهم بالاي اللي هون وهدول الاثنين بقدر اتحكم فيهم الاو اللي هون بس كيف امنع هذا الديكودر انه يشتغل اذا كان هذا شغال او كيف اشغل هذا الديكودر اذا كان هذا ممنوع يشتغل فلازم اتحكم مين الديكودر اللي شغال مزبوط ما بصير التو ديكودرز يكونوا شغالين بنفس الوقت ليش لانه بدي اضمن انه واحد منهم اللي شغال لانه only one output has to be active for any possible input فكيف ممكن اذا بنتذكر مفهوم الديكودينج كيف ممكن اتحكم اسوي enable ل one out of m things شو بحتاج ديكودر مزبوط ولا لا كم عدد الاشياء اللي بدي اتحكم فيها اثنين فشو الديكودر اللي بحتاجه 1 to 2 بحتاج 1 to 2 ديكودر مزبوط ولا لا عن طريق هذا الديكودر بقدر اتحكم هل هذا الديكودر شغال واذا كان هو شغال معناها هذا المفروض يكون اوف والعكس صحيح اذا كان هذا اوف المفروض يكون هذا اون لانه ما بصير الاثنين يكونوا شغالين بنفس الوقت حسب مفهوم الديكودينج لانه اذا كانوا الاثنين شغالين بنفس الوقت ممكن يدخل هون فاليو وهون فاليو يعطيني 0 1 يعطيني 0 1 فهذا الاوتبوت از انفاليد ديكودر اوتبوت لانه في تو اوتبوتس اكتف فعشان هيك رحت جبت 1 تو 2 ديكودر يتحكم لي مين من هدول الديكودرز اللي جهه الاوتبوت هو انيبلد ولا مش enabled فهذا الشكل بس بندخل 1 صح بالenable الاول طب لي بالك علي هاي اخر شغله بدي احكيها
بس قبل هيك بدي اياك تكون فهمت شو اللي سويته. انا اللي سويته نمطية التفكير اللي بلشت افكر فيها، حكيت بدي ابني 2 تو 4 من 1 تو 2، فحكيت كم عدد الديكودرز اللي بدي اياهم، بدي طريقه اكتشفهم، فحكيت خليني ابلش من جهه الاوتبوت. من جهه الاوتبوت حكيت في عندي 4 اوتبوتس، فبالتالي بدي 2 1 تو 2 ديكودرز، فعرفت عدد الديكودرز جهه الاوتبوت. بعدين حكيت حسب مفهوم الديكودينج ما بيصير اكثر من اوتبوت يكون اكتف، فاذا اذا هذا الديكودر بده يكون اكتف ممنوع هذا يكون اكتف والعكس صحيح. فكيف بقدر اتحكم بهذا الحكي؟ كيف بقدر اسوي انيبل ل 1 اوت اوف 2 ثينجز؟ ايش بدي؟ بدي 1 تو 2 ديكودر، تمام؟ هلا شبكناهم مع بعض، فلاحظ الان هون اذا كان الانبوت هون زيرو، ايش الاوتبوت تبع الديكودر الصغير هذا الاول شيء؟ راح يكون زيرو 1، فهذا راح يكون انيبلد، هذا راح يكون ديسابلد، صح ولا لا؟ طيب والعكس صحيح، لو دخلت 1 على الانبوت هاد مين شو راح يكون الاوتبوت هون؟ راح يكون 1 0، فهذا انيبلد وهذا ايش؟ ديسابلد. فاذا شوف كيف عم بتحكم مين الديكودر اللي انيبلد ومين الديكودر اللي ديسابلد. طيب لو فعليا انا ما بدي انا ادخل 0 1، انا بدي ادخل الانبوت فاريبلز هدول اي 1 واي 0، فايش يدخل هون وايش يدخل هون وايش يدخل هون؟ لو اجي اطلع على التروث تيبل كيف قسمتها، انا قسمتها لنصين، فالان حكيت هذا النص مثلا هو امبلمنتد بالديكودر اللي تحت، هذا النص هو امبلمنتد بالديكودر اللي فوق مثلا. فاذا كيف بميز بين النص اللي تحت والنص اللي فوق بالتروث تيبل؟ مين الاشي اللي ثابت كانبوت؟ اي 1 مزبوط. فاذا كيف اتحكم مين الديكودر اللي شغال ومين الديكودر اللي مش شغال؟ شو لازم ادخل هون؟ اي1، لازم ادخل اي1، مزبوط ولا لا؟ لازم ادخل اي1، لانه اذا كانت اي1 0 معناها هذا انيبلد. طب هذا انيبلد هو بيتحكم بمين؟ واي1 واي0، لاحظ هدول ايش مالهم؟ زيروز، فلازم يكون هذا اصلا الديكودر ايش ماله؟ ديسابلد. فاذا بدخل اي1 هون 0 بيشتغل اللي تحت، بدخل اي1 1 بيشتغل مين؟ اللي فوق، تمام؟ فإذا عرفت مين الانبوت اللي بتحكم مين بالديكودرز، وهذا هو فعليا اللي بصير دائما، انه الموست سيجنيفيكانت بت او بتس او بتس، تمام، هم اللي بيتحكموا بمين الديكودر اللي شغال. طيب هذا الانبوت اللي هون وهذا الانبوت اللي هون كيف اختار؟ هل واي 3 ولا واي 2 هو الانيبلد؟ هل واي 1 ولا واي 0 هو اللي اكتف؟ شو ادخل اصلا اذا دخلت هون اي1؟ شو ضل في انبوتس اصلا؟ بس اي0 دخل اي0، ولاحظ هذا الكلام موجود هون، يعني اذا بتطلع على اي0 هي اللي بتختار بين اي1 واي0، اذا بتطلع على اي0 برضو هون هي اللي بتختار بين واي3 واي2 لما يكونوا هدول disabled، لما يكونوا هدول disabled. فإذا هون بدخل عندي I0 وهون بدخل عندي I0 برضو. I0 بيميز لي بين هاد وهاد مين الأكتف، بيميز لي بين هاد ومين هاد مين هو الأكتف إذا كان هذا الديكودر enabled أو إذا كان هذا الديكودر enabled. فلاحظ كيف فكرة الـ output enable، فكرة الـ output enable بتساعدني كتير. تخيل لو بدك 2 to 4 decoder تبنيه بالـ gates، بدك 2 1 to 2 decoders وبدك 4 2 input and gates، وخذ شبكهم بالسلاك لما تشتريهم. لو كان 3 to 8 decoder بدك 3 1 to 2 decoders وبدك 8 3 input and gates، ممع يعني بلش غير شكل اذا بدك تسويها، تمام. فلما ابنيها بهذه الطريقه البلوك ليفل ديزاين، لاحظ هون بلوكس عم بتعامل مع بلوكس، it is much easier من حاله الجيت ليفل اني ابنيها باستخدام الجيتس العاديه. طبعا هون اكيد في جوا جيتس، ما احنا عارفين شو في جواته هذا، بس الان انا عندي اياه جاهز بلوك بشتري جاهز وبصير اركب بلوكات مع بعض. This is much easier for implementation، انك تبنيه على ارض الواقع. اخر شغله اللي حكت عنها دانيا، ضل عندي هذا الانبوت، هذا input، هل بيصير يضل هيك فاضين؟ طبعاً حكينا ما بصير. أي input في الديجيتال سيستم لازم إذا مش مستخدم it has to be
إيش connected to a neutral value. شو الـ neutral value هون في هاي الحالة؟ أكيد هي إيش بدها تكون 1 الـ neutral value حتى ما تأثر على عمل الـ decoder. واضحة الفكرة؟ ذكر هو يعني بس لما يكون صفر رح يشتغل لتحت، بس تكون I1 0 بيكون هون الاوتبوت 0 وهون 1 صح؟ فهذا رح يكون enabled، هذا رح يكون disabled. والعكس صحيح، إذا كان الانبوت هذا 1 رح يكون هون 1 و 0 فهذا رح يشتغل وهذا رح يطفي. تمام؟ وبعدين بتحكم مين الاوتبوت اللي active عن طريق الـ I0. بس كيف طلع D1 و D0 بس؟ أنا هي مشكلتي بالأوتبوت شوي مش عارف كيف طلعه. إيش الـ 1 0؟ نحن هاي شرحناها من زمان، خلصنا منها يا شادي. الديكودر كيف الديكودر بيشتغل؟ إذا بدخل هون 0 زي كاني بقول له activate output number 0، إذا بدخل 1 activate output number 1. آه أوكي. وبما إنه الـ enable 1 فهو راح يكون شغال بشكل طبيعي. لو إجا واحد بعد كل هالغلبة غل، لو إجا واحد معلش عفوا، لو إجا واحد بعد كل هالغلبة وشبك هالسيركت وغلط وحط هون زيرو انعكس كل شيء ولا راح يصير في شيء، السيركت كلها ما راح تشتغل، السيركت كلها ما راح تشتغل، دائما هدول راح يكونوا كم قيمتهم؟ زيرو. لانه الاوتبوت هون راح يكون فاليو فيكست على الزيرو، وبالتالي هذا ديسيبلد وهذا ديسيبلد مزبوط. فبده ينتبه الواحد ايش الفاليوز اللي قاعد بحطها. طيب مثال على الموضوع الديكودر اكسبانشن، 3 to 8 ديكودر يوزنج مثلا 4 to 8 ديكودرز، يوزنج 4 to 8 ديكودرز، شو رايكم؟ نفس الكونسبت صح؟ كم فور يوزنج سوري شو 4 تو 8 يوزنج 2 تو 4 يوزنج 2 تو 4 ديكودر، نفس المبدا بدي 8 اوتبوتس وانا عندي 4، فكم ديكودر جهه الاوتبوت بدي؟ 2 2 تو 4 راح احتاج 2 2 تو 4 وراح اسميهم مثلا واي 0 لغايه واي 7، هدول اللي انا شايفهم مظبوط، هدول الاكتوال اوتبوتس تبعون ال3 تو 8 ديكودر بغض النظر شو في اسماء هون. تمام. طيب كيف اتحكم مين الديكودر اللي شغال؟ بما اني جبت 2 فزي كاني بدي اقسم، اشيل بس الكتابه، زي كاني بدي اقسم شغل الديكودر الكبير على 2 ديكودرز صغار، فزي كاني بدي اقسم تيبل لنصين. كيف بقدر اقسم التيبل لنصين؟ بالموست سيجنيفيكانت فاريبل، اما لما الاي تساوي صفر بشغل واحد من الديكودرز، لما الاي تساوي واحد بشغل الديكودر الثاني. فاذا الاي 2 استخدمتها تو ديفايد ذا تروث تيبل انتو تو بارتيشنز، بارتيشن ويل بي امبلمنتد باي 1 باي ذا ابر ديكودر، بارتيشن ويل بي امبلمنتد باي ذا لوور ديكودر. فهذا النص هيو امبلمنتد هون وهذا النص امبلمنتد هون. تمام. طيب النقطة اللي بعدها، كيف أتحكم مين من هدول الـ outputs is active لما يكون الـ decoder تبعهم is enabled؟ واضحة عندي هون، لاحظ هدول لما يكونوا disabled اللي هم الـ upper fours، مين اللي بيميز لي بين الـ Y3 to Y0 اللي هون؟ I1 I0. ونفس الإشي هون، لما يكون I لما يكون هذا 1 يعني الـ decoder اللي فوق اللي شغال، مين بيحدد لي مين الاكتف اوتبوت؟ اي 2 اي 1، وهدول بيكونوا disabled مظبوط، هدول بيكونوا disabled. فببساطه بقدر ابني اي ديكودر باي حجم بحتاجه، given that انه انا عندي decoders with output enabled، decoders with output enabled. تمام، واضحه الفكره دكتور؟ يعني اي 2 مشبوكه ب 1 تو 2 ديكودر صح؟ اه ما هو هذا شو هو يا انطون؟ سلك، هيو سلك و 1 تو 2 ديكودر وانفرتر، هو عباره عن ايش؟ 1 تو 2 ديكودر. 1 تو 2 يعني كنا بحاجه ان نحط ديكودر ثالث.
لا هو هذا ديكودر ما هو يعني انت لو تروح على السوق يمكن ما تلاقي 1 2 2 ديكودر كبلوك. ليش؟ بقول لك ما هو ال 1 2 2 ديكودر هو عباره عن انفرتر وسلك. دبر حالك. يعني ممكن السؤال اللي قبل كمان استغني عنه واحط زي هيك. ما هو بالسؤال اللي قبل اصلا كل واحد جوا هذا ايش هو؟ وسلك صح؟ عباره عن سلك وانفرتر. قصدي ان الديكودر هذا الثالث اللي على اليسار اشيله واحط من اي 1 احط لها انه زي انفرتر. ما هي ماشي ما هي هذا هو جواته هيك سلك وانفرتر شو مالنا؟ تمام يعني كمان هو نفسه صح. خليك فليكسبل شوي. تمام اوكي. طيب فهذا اكزامبل على 3 to 8 ديكودر والكونسبت نفسه تقدر انك تمشي فيه. طيب اخر شغله صغيره قبل ما اليوم بدي اخلص بدري شوي اللي هي برضه موضوع كونسبت جديد اللي هو اكتيف هاي واكتيف لو. احنا اوريدي حكينا عنها. حكينا انه بالديكودر one of the outputs can be active وتعريفي للاكتيف انه ممكن يكون انه قيمته 1 والباقي اصفار صح او قيمته 0 والباقي 1s. الان لما يكون الديكودر مصمم بالطريقه اللي سويناها انه اكتيف معناها 1 او اكتيف معناها ايش هاي هذا بسموه ديكودر with active high output. شو يعني active high output؟ انه الاوتبوت اللي بيكون اكتيف شو بتكون قيمته هاي يعني بتكون قيمته 1. لكن في بعض الديكودرز زي اللي دورت عليه دانيا امبارح 74138 هذا ديكودر with active low. شو يعني ديكودر with active low يا دانيا؟ active low يعني اذا active high شفنا معناها. شو يعني active low؟ يعني يعني الاوتبوت اللي بيكون selected ايش ماله؟ بيكون active وبتكون قيمته صفر. طب وباقي الاوتبوتس بيكونوا ايش؟ ones. بيكونوا ones. والان هذا عاده كثير من الديكودرز الموجوده بالسوق فعليا هي active low outputs. هي active low outputs. طيب كيف شكله الديكودر with active low؟ لو انا معي هاد الديكودر with active high. This is decoder with active high output. طب لو بدي اسوي decoder with active low output شو راح يكون شكله؟ شو رايكم كيف ممكن اسوي inverting لكل الاوتبوتس؟ راح اروح احط انفرتر 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 مظبوط. ففعليا الديكودر with active low output عاده بيكون زي هيك شكله. بيكون الاوتبوتس عليهم انفرترز. بيكون الاوتبوتس عليهم انفرترز بهذه الطريقه to indicate انه لو دخلت انا مثلا هون 1 0 1 0 يعني 2 يعني الاوتبوت رقم 2 will be active راح تكون قيمته 0 والباقي 1s. بس انعكس الديزاين لانه حكينا لما شرحنا الديكودر انه one of the outputs is activated. طب شو يعني activated؟ يعني اما قيمته 0 او 1. طب اذا قيمته 0 معناها باقي الاوتبوت اللي هم inactive راح تكون قيمتهم العكس اللي هي 1 والعكس صحيح. طيب كيف شكله كلوجيك سيركت؟ ما في شيء اختلف نفسه بس في صار في هون ايش؟ ناند جيتس. بدل الاند جيتس صارت ناند جيتس صح ولا لا؟ طيب نتذكر حكينا شغله عن الديكودر هاد اللي هو الاكتيف هاي ديكودر لما صممناه حكينا كل واحد من هدول الاوتبوت هو عباره عن ايش؟ من تيرم صح؟ عباره عن من تيرم اكسبريشن. طيب اذا حطيت انفرترز هدول هون شو راح يصيروا؟ ماكس تيرمز. راح يصيروا ماكس تيرمز. فبصير الديكودر اللي with active low output بصير اسمه max term generator صح؟ لأنه بيقدر يعطيني كل الماكس term expressions لمين؟ بيقدر يعطيني كل الماكس term expressions لfunction of two variables إذا كان 2 to 4 decoder أو إذا كان 3 to 8 decoders بيعطيني كل الماكس term expressions تبعت مين؟ 3 variable function and so on. فهي نقطة مهمة رح نستفيد منها بكرة لما نشرح عن كيف ممكن هذا تطبيق واحدة من تطبيقات الديكودرز إني أنا ممكن أجيب ديكودر
وOR gate أو decoder وAND gate وأسوي implementation لأي logic function بدي إياه بدون ما أسوي simplification. إذا بقدر أشتري الديكودر يعني I have my enough money to if I can afford to buy a decoder with suitable size and an OR gate of suitable size بقدر أبني أي logic function بدي إياه بدون ما أسوي simplification. ليش؟ ببساطة بقدر أسوي الimplementation على شكل sum of minterms لأن الديكودر بيعطيني كل المينترمز بختار منهم اللي بدي إياه وبسوي لهم إيش or operation. فهذا الكلام رح نشوفه بكرة لكن بدنا نكون فاهمين هاي الشغلة active high و active low. active high معناها إنه الactive output is one, الactive low الactive output is zero. طب واللي مش active بيكون العكس. طيب إذا كان الactive high decoder هو minterm generator, the decoder with active low بيكون إيش؟ max term generator. تمام؟ واضح الفكرة؟ رح أوقف هون أنا. فإذا عندكم أسئلة تقدروا تسألوني. طيب رح أوقف هون بصراحة حتى بس هيك يعني أبطئ شوي. بدي إياك تدرس من chapter 4 لأنه الأمور عم تمشي بسرعة هلا. يعني إحنا within 4-5 lectures بنخلص chapter 4 which is very important chapter. فبدي إياك تدرس. أنا يعني أنا بإمكاني أكمل وأخلص ما تبقى من الديكودرز اليوم لكن أنا بدي إياك تدرس ترجع من بداية chapter 4 تصحى من يعني عجقة الميدترم تدرس chapter 4 حتى نقدر نكمل مع بعض بأريحية. ما بدي اياك تضلك مزعوج انه انت مش فاهم ومش قادر تتابع معي. تمام؟ اسال محمد. الله دكتور. تفضل. بدي اسالك والله بس انا تشابتر 4 يعني مش عارف ادرسه. شو قد يعني مش يعني بدك ايانا انت بالاشياء بتعطيني اياها. هسه انا بفهم كل شيء تمام؟ بس مش عارف كيف ادرس يعني انه بدك مش فاهم يعني كيف ادرس المادة. فهمت علي دكتور؟ بدك تعرف شو يعني اول جزئيتين سهلات. Analysis and design. هلا الإجا بعد the design examples الثلاثة design examples اللي شفناهم ما في إشي جديد هم design لكن شوي وسعنا يعني الآلية اللي مفكر فيها بموضوع الديزاين بدال ما نصمم بالtruth tables والأساس هاي صرنا نصمم ببلوكس. تمام؟ تمام. بدك تفهم كيف اشتغلنا عشان تقدر تبني عليه لما ينطلب منك تصمم شيء مشابه تعرف تصمم عليه. يعني اليوم حكينا كيف نبني ديكودر بطريقتين إما باستخدام الجيتس أو باستخدام الديكودرز الصغيرة اللي with output enable. فبدك تكون فاهم الكونسبت هاد وتحل عليه أسئلة وتبني عليه وتشوف شو ممكن ينسأل عليه بالكتاب وبالوركشيتس وبالهوموركس. طب يعني بدك يعني نعرف كيف نرسم